الو، يا بابا انت وحشتني. انت ليه مش بتسأل علي؟ انا محتاجة لك على فكرة. انا بنتك، انت وحشتني بجد. انا محتاجة لك. انت متعرفش انا بمر بايه، اللي بيحصل لي. بابا بجد انا عايزة اشوفك. انا محتاجة لك. ليه ما بتسألش عليا؟ انت ما بتحبينيش؟ مش عاوزني؟ انا وحشة طيب؟ او في عيب؟ قولي. انت ليه ما بتردش عليا؟ وانا كل مرة اقول لك نفس الاسطوانة ونفس الحاجة، وانت اخرك ايه؟ تديني رياكشن زعلان وبعد كده تختفي. طب انت حق، انا حقي عليك فين؟ انا كل صحابي بيقول لي بابا بيعمل، بابا بيودي، بابا بيروح، بابا بيجي. طب وانا؟ لا، رد عليا، رد. ما تفضلش ساكت لي كده، انا بجد محتاجاك.